علق رئيس الحكومة اليوم في تصريح له على أزمة التعديل الوزيري واليمين الدستورية ومراسلة المحكمة الإدارية التي أجابته بعدم الاختصاص، وأن المحكمة الدستورية هي المؤهلة للنظر في هذه المسائل. وقال المشيشي: لن أستقيل وسأواصل العمل وتأدية واجبي، وأنا جندي ما انصرتيش. جهرت رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية بعد تضييق الخناق عليه، وخيره إما سحب الوزراء الذين تحوم حولهم شبهة فساد أو استقالة رئيس الحكومة. وأضاف المشيشي أنه وجه إلى رئيس قيس سعيد مراسلة رسمية هي الثالثة منذ بداية الأزمة، دعا فيها رئيس الجمهورية مده بقائمة الوزراء الذين حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح، وطلب عقد جلسة لأداء اليمين الدستورية بالنسبة لبقية الوزراء الجدد لتفادي تعطيل مصالح الدولة. نذكر أن المشيشي التقى بالحزام الداعم للحكومة اليوم، من بينهم حزب النهضة وحزب قلب تونس، حيث أكدوا بعد انتهاء اللقاء على أن رئيس الحكومة لن يستقيل وسيستمر في خدمة البلاد والمضي قدما في هيكلة الحكومة حتى تستكمل الإصلاحات اللازمة. وقال المشيشي خلال هذا اللقاء أنه جندي ولن يهرب من ساحة المعركة. أنتم أعطونا رأيكم في الموضوع، حطوا جيم للفيديو، ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.